بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على عبود رحمة العالمين. ذكر عظيم جدا. كل منا ينتظر شهر رمضان حتى تعتق رغبته من النار، وكثير منا تجوي له النار كل يوم من كثرة الذنوب، من كثرة الكبائر. لذلك سن لنا الرسول صلى الله عليه وسلم ذكرا عظيما فيه إخلاص التوحيد الكامل لرب العالمين سبحانه وتعالى، لأنك قلته صباحا ومساء أعتقت بالكامل من النار. لو أنك قلته مرة واحدة يعتق ربعك من النار، لو أنك قلته مرتين أعتق شترك من النار، لو أنك قلته ثلاث مرات أعتق ثلثاك من النار، لو أنك قلته أربع مرات أعتقت كلك من النار. ذكر عظيم. الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث، والحديث له أكثر من رواية، من قال حين أصبح اللهم أصبح بي، اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسولك، أعتق ربعه من النار. من قاله مرتين أعتق شطره من النار، ومن قاله ثلاث مرات أعتق ثلاثة أرباعه من النار، ومن قاله أربع مرات أعتق كله من النار. أو مرة تانية، من قال حين أصبح اللهم أصبح بي من نعمة ولا بأحد من خلقك فمنك واحد، الله آسف، اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وأشهد ملائكة، اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت لا شريك، لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسولك، أربع مرات أعتق كله من النار. تقول الذكر العظيم ده أربع مرات، وأنت تقول في حين مساء، في المساء اللهم أمسى بي، اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسولك أربع مرات، فتعتق كلك من النار. فما فيش إنسان عاقل يضيع هذا الذكر العظيم. يجب عليك أن تواظب هذه الأذكار. لم يقولها الرسول صلى الله عليه وسلم لهوا ولا لعبا. الرسول صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. ما فيش حد يقول والله أنا بصلي وأصوم كفاية. هذه من أهم أذكار الصباح والمساء. لو كانت كفاية ما كان في كثير من الناس الآن من الذين يصلون ويصومون ويحجون سيدخلون النار بذنوبهم. والذكر هو أعظم الأعمال. فلا أدلكم على خير أعمالكم وأزكاها عند ملككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الورق والذهب، وخير لكم أن تلقوا أعداءكم غدا فيضربوا أعناقكم وتضربوا أعناقكم. قلنا بلى رسول الله، قال ذكر الله. وأذكار الصباح والمساء من أهم أذكار، هي الحس الحصين. فلا تختر بعملك. الكثير من الذين يصلون ويصومون ويحجون سيدخلون النار في هذا الزمان بالذات. فنحن محتاجون لهذا الذكر. لو انك واظبت عليه صباحا ومساء باذن الله تعتق من الرقم، بنص حديثي الرسول صلى الله عليه وسلم تعتق رقبتك من النار. اللهم اني اصبحت اشهدك واشهد حمله عرشك وملائكتك وجميع خلقك انك انت الله لا اله الا انت وان محمدا عبدك ورسولك اربع مرات. اللهم اني امسيت اشهدك واشهد حمله عرشك وملائكتك وجميع خلقك انك انت الله لا اله الا انت وان محمدا عبدك ورسولك. تعتق رقبتك من النار صباحا ومساء. وبهذا الذكر تنجي نفسك من النار. فنحكي لكم الذكر العظيم تحت الفيديو سخون شروق، واللي مقصر يقصر في هذا الذكر او لا يعلمه يحافظ عليه، وانشروا هذا العلم، نشروا هذا العلم في ثواب عظيم، من علم علما فلا اجر من عمل به يوم القيامه، لا ينقص ذلك من جنون شيء، تشوش عليه جرس الشرق في قناه الاسلام جديد، وساعدوني على نشر السنه النبويه. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.